كيف وضع الهلالي في يوم المباراة؟ فيصل راح يجهز العدة، وخالد جوه يناظرها في الاستراحة مع زمزمية الشاهي، وسارة كل اجتماعاتها تأجلها بعد المباراة، وهذا سعد ما عنده وقت، دايم مشغول وما يناظرها إلا بسيارته، وهذا خالد عقله دايم مع زمزمية وقلبه مع ليلى. أما أبو علي متعود يربط شاله من بدري ويوجه الملعب. موفق.